تقع العديد من الشواطئ فريسة للتلوث خاصة في العطلات وفصل الصيف، وتنظيف الشواطئ الملوثة من الأعمال التطوعية ذات الفائدة المجتمعية الكبيرة، حيث تم إعداد حملة بيئية لتنظيف شاطئ الخان تحت شعار من أجل بيئة نظيفة. الحملة تعد الأولى ضمن فعاليات نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لموسمه الجديد. الحملة البيئية الأولى في الموسم الرياضي 2019-2020 اللي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. الحملة البيئية هاي احنا نشارك فيها عادة، وفي كل سنة نشارك في يعني المدن اللي تابعة في لمدينة الشارقة مثل الشارقة وخورفكان وكلبة ودبل حصن والحمرية. نحاول ننشر ثقافة الوعي والحفاظ على البيئة بالتعاون مع جمعيات الغواصين اللي موجودة في دولة الإمارات وفي خارج دولة الإمارات. حاليا معنا فريق مشارك من سلطنة عمان الشقيقة مكون من 17، وباقي الجروبات المشاركة معنا الغواصين من دولة الإمارات وصلت تعدادهم تقريبا 75 غواص. طبعا الحملة هذه نحن فكرنا نسويها لأن المنطقة هذه للأسف فيها وايد مخلفات، إن كانوا صيادين أو العمال اللي عندهم ما عندهم توعية للتنظيف البيئة. نحن سوينا الحملة في المنطقة هذه بالذات لأن عدد الطراريد عدد كبير جدا، فإنه أفضل مكان إنه نوعي الناس ونراويهم شو الأشياء اللي نحن قاعدين نطلعها كلها من مخلفات أهل الطراريد في المنطقة هذه. شارك في الحملة أكثر من 75 غواصاً من داخل الدولة وخارجها وعدد من الجهات الحكومية للمساهمة في فعاليات هذا الحدث البيئي. طبعاً إحنا حريصين إن إحنا عندنا في العملية اللي هو تجنب المخاطر وإن إحنا الاستعداد لها، دي من الجوانب الأساسية اللي برعيها في عملية التخطيط لأي فعالية. فعندنا في النواحي الخاصة بالإسعافات الأولية، التواصل مع أحد المستشفيات، الربط بينهم مباشرة في حالة لا قدر الله حدوث أي إصابات، الإنقاذ البحري متواجد معنا، فجميع جوانب الأمن والسلامة بتبقى محور اهتمامنا كبير في عملية تنظيم أي فعالية خاصة بالنادي. والله مخاطر فيه كتير موجودة نتيجة الحدود المفتوحة للميناء بشكل كبير، فكان في مخاطر في ارتفاع، فممكن في احتمال سقوط، في احتمال إصابات كسور وما كسور، فكان في عندنا كثير مخاطر، فاضطرينا أنه نقيم المكان بشكل صحيح ونبلغ كل أعضاء الفرق اللي موجودة، وبالتالي الحمد لله كنا بوضع آمن. تأتي الحملات البيئية لتعزيز القيم الإيجابية والثقافية وغرسها لدى الكبار والصغار على مختلف الفئات العمرية. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم. بالفعل مثل هذه المبادرات تعتبر مبادرات مهمة للحفاظ على البيئة البحرية ولشواطئ الشارقة، وللحديث أكثر عن هذه الحملة يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد عيسى الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. أهلا وسهلا ومساك الله بالخير. مرحبا اختي عليا، مساء النور، اهلا ومرحبا فيكم. مشكورين على استضافتكم وتغطيتكم الدائمه الاعلاميه لفعاليات نادي الشارقة الدولي للرياضات. هذا واجبنا استاذ وحياك الله. في البدايه استاذ لو تحدثنا عن الحمله التي قمتم بها في شاطئ الخان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحريه حمله بيئيه بحريه. نعم. تحت شعار من اجل بيئه نظيفه، وذلك يوم الجمعه الموافق 27 سبتمبر بكورنيش مدينة الخان، وكان مشارك معنا تقريبا 75 غواص من داخل الدولة ومستنطلة عمان الشقيقة، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية بالإمارة كالقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق وشركة بيا وغيرها من الشركات والجهات المتعاونة. كما شارك بالحملة أصغر غواص إماراتي، كان لأول مرة يشارك عبد الله عبد الرحمن الأميري البالغ من عمر 10 سنوات، أول مرة يشارك في حملة تنظيف. الله يحفظه. تم استخراج في الحملة أنواع مختلفة من المخلفات، منها شباك الصيد والأبواق البلاستيكية والإطارات وقطع غيار قوارب وأشياء مختلفة. نعم أستاذ، ما أهمية الحفاظ على البيئة البحرية وكيف يؤثر هذا التلوث عليها كذلك؟
احنا دائما يعني ننظم الشارجه النادي حملات النظافه البحريه بغرض انتشال المخلفات التي تتراكم على مر السنين والتي تؤثر على البيئه البحريه وعلى الحياه للكائنات البحريه، ونحاول نشر البيئه، نشر المفهوم والثقافه للحفاظ على البيئه البحريه، ونعمل دراسات ويكون عندنا يعني ارقام نحتفظ فيها ونحاول ننشرها للصيادين والمقيمين على قريب من الشواطئ والموانئ البحريه. نعم استاذ، يمكن هناك ايضا اهداف تضعونها من خلال هذه الحمله، ما هي اهم الاهداف؟ بالاضافه الى ما تم ذكره، فان الهدف من تنظيم الحملات التوعيه هو تعزيز مفاهيم المسؤوليه المجتمعيه لدى افراد المجتمع وترسيخ ثقافه التطوع لدى الشباب. وكان عندنا في هالحمله هاي يعني عده جهات تطوعيه من الشباب دارسين في المدارس والجامعات ما شاء الله، ونحاول نوعيهم باهميه الحفاظ على البيئه بشكل عام والبيئه البحريه بشكل خاص بكثره الشواطئ في دوله الامارات ومدينه الشارقه. نعم استاذ، لو نعرف ايضا المشاهدين نبذه عن اهم الانشطه او الفعاليات القادمه لنادي الشارقه للرياضات البحريه. طبعا نادي الشارقه الدولي للرياضات البحريه عندنا احنا عده فعاليات، تنقسم الفعاليات النادي الى قسمين، القسم الاول السباقات البحريه، عده السباقات البحريه، بطوله الامارات الدوليه للدراجات المائيه، عندنا ماراثون الدراجات المائيه، وسباق الفورمولا 1 بالتعاون مع طبعا هيئه سياحه الشارقه، والاكوا بايك، بطوله الويك بورد التزلق على الماء. نعم. وسباق التجديف التراثي والتجديف الحديث، بطول السباحه مفتوحه، والفلاي بورد والويك بورد، وسباق القوارب الشراعيه ل 22 قدم، وسباق القوارب اللاسلكيه، وايضا سباق مسابقه صيد الاسماك، وعده انشطه مختلفه. والقسم الثاني الانشطه المجتمعيه هي يعني تنقسم الى المخيمات الصيفيه للرياضات البحريه والحملات البيئيه مثل الحمل اللي سويناها اخر مره في حفاظ تنظيف قاع البحر، والمسيرات البحرية للاحتفال في اليوم الوطني، وقامة المعارض البحرية مع الجهات الحكومية إذا طلبوا منها. ما شاء الله عليكم، كل الشكر والتقدير للأستاذ أحمد عيسى الحسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، يعطيكم العافية على هذه الجهود اللي تبذلونها للحفاظ على البيئة البحرية. احنا اللي نشكركم، ودائما تغطيتكم واعمالنا يعني واضحه من تغطياتكم، انتوا اللي مشكورين وما قصرتوا على كل التغطيات. شكرا جزيلا، هذا واجبنا استاذ. شكرا جزيلا.